بسم الله الرحمن الرحيم. شابتر 5 بيتكلم على الانتيجرالز اللي هو التكامل. احنا عرفنا من المحاضره اللي فاتت انه في عندنا حاجه اسمها يقصد في هذا هو ايش المستقبل العكسي اللي كنا نقول عنه لا افتراض صح. فهذا الجواب اللي يطلع عندي هو اقتران لو اشتقيته بعطيه اقتران اللي هو سمينا هذا علامة التكامل وهذا الاقتران اللي بدنا نكامله وهذا الرمز سواء هذه أو هذا هو الرمز اللي بنكامل بالنسبة تمام؟ هذا إشارة للتكامل غير المحدود infinite integral لما يصير له حدود نسميه finite integral أو التكامل المحدود. طبعا إذا كان غير محدود بنجيب جنرال انت دريبت مش طبعا عكسية عامة عشان بحط زائد سي صح؟ لكن بحكي على التكامل المحدود بطلع لي عدد من تمام؟ نبدأ الآن إن شاء الله في سيكشن 5-3 The Definite Integral. Definite Integral هو التكامل المحدود. واضح ولا مش؟ العبرة في التكامل المحدود انه ليس بالرمز العبرة بقاعدة الاقتران ليس بالرمز ولكن بقاعدة الاقتران. كيف يعني؟ انا مبدأ كامل لما اقول 2x dx او 2bx بطلع الناتج 2x زائد c لو كملت 2dy هيطلع 2y زائد c 2 دي زد يعني مكان بالنسبه للواي بيطلع بالواي مكان بالنسبه للاكس بيطلع بالاكس ايش مكان النهايه بكمله بالنسبه للاكس. فهنا القاعده بتقول لي التكامل من اي ل بي لاف اكس دي اكس هو نفسه التكامل من اي ل بي نفس حدود التكامل ونفس الاقتران لكن المتغير اللي جوا تغير. العبره ليست في الرمز ايش الرمز عن يو هذا متغير وهذا متغير هو نفسه التكامل من A إلى B ل F of Z dZ. يعني القصد إن لو أنا حسبت قيمة هذا التكامل حيطلع لي عدد هذا العدد هو نفسه لو حسبت هذا التكامل أو حسبت هذا التكامل. هذا لا يعني إن لو لاحظوا F of X F of U نفس الاقتران نفس القاعدة تبعت الاقتران تمام؟ يعني بيقول لي تكامل ساين اكس دي اكس من صفر لباي على 2 مثلا حيطلع عندي نفس التكامل من صفر لباي على 2 لساين واي دي واي لانه هذا ايش حكامله؟ على معلوماتنا القديمه احنا بتعرف التكامل المحدود ما بتعرفوش لما يجي يقول لك تكامل القلم استوى خالص أنا بذكر بس عشان تستوعبوا الكلام اللي بحكي تكامل من صفر لواحد لاثنين سين دال سين إيش تكامل هذا؟ سين تربيع من صفر لواحد مش هقول زائد جيم لأنه هنا في المحدود حتى لو حطينا زائد جيم بنفع لكن حطير عارفين هنا بتطير ناس تقول يعني ليش بنحط ليش بنحطش في المحدود مظبوط هيك بقول من صفر لواحد حروح اقول القاعده للواحد ناقص القاعده للصفر حتصير واحد زائد جيم وصفر زائد جيم لما تدخل السالب بتروح الجيم مع الجيم صح عشان هيك احنا من الاصل ما بنحطش زائد جيم
سين تربيع من صفر لواحد، بنروح بنعوض مره بالواحد ومره بايش؟ بالصفر، وبينهم ناقص، صح؟ فهذا ايش هكمل؟ ايش هيطلع عندي؟ ساين اكس ايش تكون معاك؟ وبناخذها من وين لوين؟ من صفر بيطلع كوس للاول ناقص كوس للثاني، سالب كوساين الباي على 2 ناقص كوساين الصفر، صح؟ وهكذا بنكمل. نفس الكلام لو جيت اشتغلها حيطلع عندي ناقص كوساين ان واي حيث واي من صفر لباي على 2، يبقى مره حقول كوساين الباي على 2 ومره كوساين الصفر، حيطلع نفس الجواب. اذا العبره ليست في الرمز، العبره في قاعده الاقتران، الساين هي العبره مش الاكس والواي، العبره القاعده هي نفسها، وبالتالي بقول اف هي الاف هي الاف، نتغير الرمز، تمام؟ تاخذوا بالكم بس زي ما قلت انا بدي اقول لكم حاجه بس خايف اخبط، يعني لو اجاني بدي سؤال بده ساين ساين مثلا معلش اكس زائد 2 من صفر لباي دي اكس، ورحت انا قلت فرضت هذه بيو صار تكامل ساين يو ودي اكس هتطلع لي بيو، طب هل حط لها الصفر هي من صفر لباي بتضل حدود التكامل، فما توقعش انه يضل نفس حدود التكامل احط حتى مع اليو، لا عشان هيك بصير في تغيير، مضبوط ولا لا؟ بتعرفوا الكلام، اما احنا هنا بس التركيز على انه ليست العبره على الاكس، المهم القاعده الاقتران. طيب هذا بالنسبه للجزئيه الاولى، كل حاجه بيجي في وقته، بتلاقيه كلام بسيط جدا لما ناخذ التكامل بالتعويض، كلام بسيط جدا. طيب في عندنا نظريه بتقول انتجرابل اند نون انتجرابل فانكشنز، مين هو الاقتران القابل للتكامل او الاقتران غير القابل للتكامل؟ اذا كان الاقتران متصل فهو قابل للتكامل، زمان كنا نقول اذا كان قابل للاشتقاق عند نقطه او نعم فهو متصل عندها، والعكس ليس صحيحا دائما، اذا كان قابل للاشتقاق عند نقطه هو اكيد متصل عندها، لكن اذا كان متصل مش ضروري يكون، واخذنا عليها مثال القيمه المطلقه، القيمه المطلقه عند الراس المدبب هو متصل لكنه غير قابل للاشتقاق، ما علينا، فاحنا بنقول اذا قابل للاشتقاق فهو متصل، الان بنقول إذا متصل فهو قابل للتكامل، تمام؟ طيب مش بس عقد متصل، كمان النظرية بتقول لي لو كان الاقتران في discontinuity عند نقاط محددة، مثلا هان زي الدالة الدرجية زي صحيح صحيح سين، على فرض هذه جاية من الواحد، طبعا هم بكون هنا مغلق هنا مفتوح هنا مغلق هنا مفتوح وهكذا، واحد اثنين ثلاثة، فهذا الاقتران على الرغم انه غير متصل على اثنين الا اني بقدر اجيب تكامل من واحد لثلاثة على الفترة كلها، ليش؟ بيجيب الواحد لثلاثة بالضبط، انا عندي اصلا حساب التكامل زي ما بتعرفوا هو بالاصل حساب مساحات بالذات اذا كان الاقتران يقع باكبر فوق محور السلام، يكون التكامل هو نفس المساحة بغض النظر، فحتى لو كان الاقتران في فصل او جمب ديسكونتينيوتي بقدر احسب المساحة هذه ولا لا؟ هندسيا مساحة مستطيل، ومساحة تحت هذا المنطقة بقدر احسبها ولا لا؟ برضه مساحة مستطيل، فالمساحة من واحد لثلاثة هي مساحة المستطيل الاول زائد مساحة المستطيل الثاني، حتى لو كان غير متصل، تمام؟ لو كان بس بيكون عندي فاينايت ديسكونتينيوتي يعني نقط الفصل او نقط القطع قليله معدوده بقدر اعدها او محدوده، تمام؟ مش لا نهائي، كل اقتران غير متصل نهائيا عباره عن نقط واقدر ارسمها بقدرش اجيب المساحه، هذا اللي بدنا نقوله النظريه. Properties of definite integrals، خواص التكامل المحدود، احنا عارفينها بس للتذكير مش اكثر. الخواص بتقول اول حاجه التكامل من a ل b ل f x dx بتساوي سالب التكامل من b ل a ل f x dx،
ايش يعني عملناها؟ بدلنا حدود التكامل لما تطلع عندي تغيير الاشاره، صح ولا لا؟ تمام. يعني لما بقول تكامل مثلا 2x من 1 ل 2 dx، المفروض بتسوي الx تربيع من 1 ل 2 بيطلع 2 تربيع ناقص بيطلع 4 ناقص 1 بيطلع لي 3. طب تصور لو غيرت حدود التكامل هيطلع عندي x تربيع من 2 ل 1، بتصير 1 تربيع ناقص 2 تربيع بيطلع 1 ناقص 4 بيطلع لي سالب. إذا هذا التكامل هو سالب هذا التكامل، مظبوط هيك؟ لأن أنا بدلت حدود التكامل. شرط حسب الاقتران، ممكن الاقتران نفسه يكون تحت محور السنان، صح؟ بغض النظر ما فيش قاعدة عامة. طيب هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية بتقول، أو الخاصية الثانية بتقول التكامل من A ل A ل F و X dx بتساوي صفر. بالضبط. خذوا بالكم اللي أنا بشرح لكم إياه هذا لسه جاي لقدام. معايا إيش بقول؟ الأمثلة بضرب لكم إياها، كيف أكامل بعوض الحد العلوي ناقص الحد السفلي، هذه جاي معنا في الفاندمنتال ثيوري أوف كالكولس. وقت إيش أعوض الحد العلوي ناقص السفلي؟ حتى النوع الثاني. فإحنا تمهيد بس أنا بأبني على إنه مر عليكم التكامل قبل هيك، تمام؟ وإلا كان هذا التوضيح لا. هذه إيش تعني؟ هذه تعني تماماً لو حكينا إحنا على مفهوم التكامل المحدود على إنه حساب مساحة. أنا الآن رسم منحنى. بلاش. خلينا نرجع له عشان التقريب. القطعة المستقيمة هذه. افرض أنا بدي التكامل من 1 ل 3. هي 1 وهذه 3. هذه الخط اعتبروا هذه النقطة 2. ايش معادلة هذا الخط؟ واي تساوي 2، صح؟ فأنا بدي تكامل هذه من دي اكس. تكامل ايش يعني التكامل؟ يعني المساحة. مضبوط ولا لا؟ من 1 ل 3 هذه قولوا كم مستطيل؟ هذا الارتفاع قديش؟ 2. وهان 2. طلع مربع، طلع في نفسه المفروض يطلع 4، صح؟ طب نحسب هذا ايش بيطلع؟ 2x ناخذها من وين لوين؟ صح؟ 6 ناقص 2 ايش بيطلع؟ طيب مضبوط، لانه التكامل المحدود هو عباره عن مساحات. طيب تصور لو الثلاثه هذه قربتها لجاي شوي، بدل الثلاثه خليتها عند 2 تصغر المساحه. لو قربتها وخليتها عند الواحد واحد من عشرة تصغر المساحة. طب لو خليتها من الواحد للواحد صار عبارة عن مستطيل ارتفاعه 2 وعرضه 0، يبقى المساحة تحته أكيد 0، صح ولا لا؟ عشان هيك هذا كأنه التكامل عند نقطة، التكامل تحت نقطة وعلى الفاضي 0، تمام؟ وبالتالي لو لقدام كتبنا نظرية وقلنا أنا بدي أكامل الاقتران f of x على الفترة x اقل او تساوي b اكبر او تساوي a، او a اقل من x اقل او تساوي b، او a اقل او تساوي x اقل من b، او x اقل من b اكبر من a، كله زي بعض، كله نفس الكلام. لانه هان ايش افرقت هذا عن هذا؟ شلنا ال a من الفتره، طب ما المساحه تحت ال a لحالها بصفر، مش هتفرق عندي، صح؟ يعني نجيب المساحه من a ل b زي ما نجيب من بعد ال a لعند ال b، إضافة نقطة أو حذفها بناء على هذه القاعدة. شايفين شو بنقولها؟ التكامل تحت الـ A لحالها بقديش؟ بصفر. يبقى إيش بفرق التكامل للاقتران على هذه الفترة أو هذا؟ بفرق بصفر، والصفر في المساحة ما فرقتش. وإيش أفرقت هذا عنها؟ الـ B، أو هذا عنها؟ الـ B، نفس الكلام. هذا عنها مساحة عند الـ A قيمتها صفر ما حسبناهاش، ومساحة تحت الـ B قيمتها صفر برضو ما حسبناهاش. فالمساحة لا الاقتران تحت هاد أو هاد أو هاد أو هاد كله حلقي زي بعض، فتفرق شنب بناء على القاعدة رقم 2 عندي. رقم 3، رقم 3 بتقول التكامل من A إلى B لK لF X DX، والK كونستانت ثابت، بيطلع K في التكامل من A إلى B لF X DY.
اكس. فقلنا الثابت دائما مطلوب صح في النهايات، ثابت بيطلع برا في الاشتقاق، ثابت بينزل وبعدين برجع بنشتغل في التكامل بيطلع برا. حتى الناس الثابتين على مبادئهم بتلاقي الحكومات بتطرد الله بسطر الناس. الناس اللي الثابتين على مواقفهم بيكونوا عكس التيار ماشيين او زي العقده في المنشار. ما علينا، دائما الثابت مطلوب صح؟ اوكي. طبعا الثابت على دينه المهم مطرود عند كل الناس، لكن المهم بيكون مقبول عند ربنا سبحانه وتعالى، صحيح؟ اوكي. رقم 4 بتقول انه التكامل المحدود بيتوزع على عمليتي الجمع والطرح. طبعا الضرب والجسم لا لانه اصلا التكامل غير المحدود لا يوزع لا ضرب ولا جسم، صح؟ يبقى هنا لو كان عندي اف اكس زائد او ناقص حسب السؤال دي اكس بيساوي برضه التكامل المحدود من a ل b ل f of x دي اكس بوزع زائد او ناقص التكامل من a ل b جي اكس دي اكس. عشان هيك ضروري احط البوس عشان اقول التكامل هذا لكل هذول مش بدون بواس. بتصير الجي اس غير مضروب لحالها وهذه مكامله هان. طب مكامله بالنسبه لمين؟ ولا حاجه تكون صحيحه، ضروري احط الجوز عشان اقول هذا الاقتران هو المكامله اللي انا بدي اكامله. القاعده رقم 5 اللي هي خاصيه الاضافه، تعرفوها انتم، كنا نسميها خاصيه الاضافه، اللي هي بتقول لي التكامل، التكامل من A ل B F of X ل X زائد التكامل من B إلى C نفس الاقتران يساوي التكامل من A إلى C ل F of X D X. طبعاً ممكن نعممها لأفضل من تنتين، لو ثلاثة أربعة خمسة إلى آخره. يعني لو كانت عندي من A إلى B زائد من B إلى C زائد من C إلى B زائد من B إلى E حيساوي لي من A إلى E. طبعاً كله لازم يكون زائد 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 وأف أف 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 كله أف وإكس نفس الاقتران زي ما هو مكتوب. واضح؟ بنفع هذا الكلام عموما يا عم صفا. رقم 6 إذا كانت أف has maximum value، إذا كانت X ها أو الـ F إلها maximum value نسميها max F and minimum value on closed interval A و B، فإن طبعاً أي اقتران قلنا أي اقتران متصل على فترة إلا ما يكون لو أخذناه في بداية الشابتر 4 أو في الاستقرار القيم القصوى، أي اقتران متصل على فترة إلا ما يكون له قيم عظمى وقيم صغرى، قيم عظمى مطلقة وصغرى مطلقة كمان، قلنا هذا الكلام. فهالنظرية بتقول إذا كانت F has maximum value and minimum value فإن طبعا أنا بكون عندي مدام X إلها maximum value فأكيد أنا بتكلم على كل X تنتمي إلى الانترفال A و B وبحكي لي على هذا صح؟ جبنا قيم الاقتران في هذه الفترة فلقينا انه الاكس الها ماكسيمم فاليو والها مينيمم فاليو، اكيد قيم الاقتران اقل او تساوي ماكس اف صح؟ اكيد اكبر قيمة للاقتران على هذه الفترة سميتها ماكسيمم اف واقل قيمة سميتها مينيمم اف او اكس، اكيد هدول ثوابت عدد محدد عندنا. الان خذ التكامل لهذه العدد وهذا وهذا على الفترة من A إلى B. لو أخذنا التكامل من A إلى B ل F of X dx أقل أو تساوي أقل أو تساوي. اعتبر هذه أنا بدي أسميها N، هذه أسميها N تجاوزها بس عشان تستوعب القاعدة اللي أكتبها. وهذا اعتبروها M مينيمم وهذه الماكسيمم. لما أقولها بالعربي تكامل جيم من ألف لباء دال سين تذكر قاعدة إلها
مباشرة، مش جيم سين من ألف لباء، صح كلام، لكن مباشرة جيم باء ناقص ألف، جيم سين باء ناقص ألف، صح ولا لا؟ مباشرة، هاي 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 جيم في باء ناقص ألف، صح ولا لا؟ هي أصلها جيم سين، مرة بعوض بالباء ومرة بعوض بالألف، بصير جيم باء ناقص جيم ألف، خذ الجيم عامل مشترك، بضل جيم في باء ناقص، ما علينا، النظرية هذا كان صح؟ فأنا اللي بدي أقوله هان المينيمم فاليو عدد والماكسيمم فاليو عدد، لو أخذت التكامل لهذا من A إلى B إيش حيطلع عندي؟ N في B ناقص A، إيش الـ N؟ هي مينيمم الـ F مضروبة في B ناقص A، وهنا حتكون إيش؟ ماكسيمم F مضروبة في مين؟ في الـ B ناقص A، تمام؟ القاعدة المكتوبة عندنا من وين؟ أصلها موجود، صحيح الكلام؟ فدائما زي نظرية الساندويتش ثيوري، تتذكروا الساندويتش؟ تمام بالضبط، هنا أخذنا تكامل هذا وتكامل هذا، ما دام هي محصورة بين القيمتين، إذا قيمة التكامل حتكون محصورة بين تكاملي القيمتين، تماما زي الليمت هناك أنا بناخذ التكامل، صح؟ واضح القصة. طيب رقم 7، هذا رقم 6، رقم 7 بتقول لي اذا كانت f of x اكبر او تساوي g of x on a و b، خذ التكامل هان والتكامل هان على فتره من a الى b حتضلها نفس الفتره، ايش يعني؟ يعني بتقول لي لو كان عندك او عندك او عندنا قلنا مش مشكله، صح؟ عندي اقترانين على فتره من a لبي، هاي فترة A لبي، تصوروا هذا عندي أنا طبعاً هيك، بس هذه عندي هاي الاقتران F، هذا F of X وأصغر منه مين؟ G of X، بلاحظ أنه قيم الاقتران G عند أي قيمة X تقع في الفترة هذه، خذ أي قيمة عندها هتلاقي قيمة الاقتران تبع G أقل من قيمته عند F، صح؟ الآن التكامل المحدود قلنا إحنا بنشبهه بمساحة، مين أكبر؟ مين أكبر؟ المساحة تحت الأف ولا تحت الجي؟ تحت الأف، أكبر من المساحة تحت الجي، وبالتالي يصير عندي التكامل من A إلى B إلى F of X DX أكبر أو تساوي التكامل من A إلى B إلى D of X DX، تمام؟ هذه هيك القاعدة. طيب كمان قال لي لو كانت F of X أكبر أو تساوي صفر، اعتبر جي هي الاقتران الصفري وطبق عليها نفس القاعدة، مظبوط ولا لا؟ طيب الآن هنا كأنه الصفر الجي اكس هي الاقتران الصفري، الاقتران الصفري يعني هي محور السينات معادلتها، صح؟ شوي بتساوي صفر بغض النظر، فإذا كانت اف اوف اكس أكبر أو تساوي صفر فإن التكامل للاف اوف اكس من صفر يعني صفر من a ل b لاف اوف اكس دي اكس اكبر او تساوي صفر، صفر لان بنشتغل على القاعده هذه، صفر في b ناقص a، صح؟ هطلع لي صفر، بس هذه لها مدلول اخر عندي انه اذا كان الاقتران نفسه موجب او صفر، ايش يعني موجب او صفر؟ يعني المنحنى اللي كثير بيقطع محور اكس ولكن فيما عدا ذلك هو فوق محور اكس، يا فوق محور اكس يا انه بيقطع، قصدي بمسه اما بيقطعوش لانه بنزلش ولا بصير في السالب، صح؟ فاذا كان الاقتران من محور اكس وفوق فالمساحه تحته موجبه اكيد، فالمساحه دائما بتكون ايش؟ موجبه، مش دائما المساحه تحت الاقتران بتكون موجبه، احيانا بتكون سالبه، بتكون حتى لو الاقتران لو الاقتران فوق محور السينات فالجواب دائما المساحه موجبه دائما، هاي القاعده هذه بدها تقول هذا الكلام. طيب نشوف اكزامبل على الكلام اللي احنا حكينا، خذوا بالك وهذه تعود المقارنه اف اوف اكس والمينيمم والماكسيمم، هذا الكلام فيه عليه امثله الان بنشوف كيف بنطبق عليه.
طبعا الخواص الاولانيه من واحد الى خمسه هذا انتم حافظينه من اول، هذا يمكن يزيد شوي واكيد مرة زي ومنطقيا كمان الاقتران اكبر من الاقتران على الفتره بيكون المساحه تحت الكبير اكبر من المساحه تحت الصغير، مؤكد هذا الكلام. طيب اكزامبل إذا كان التكامل من سالب واحد لواحد لأف إكس دي إكس تساوي خمسة، والتكامل من واحد لأربعة لأف إكس دي إكس بتساوي سالب اثنين، أن التكامل من سالب واحد لواحد لأتش إكس دي إكس بتساوي سبعة. أوجد أول حاجة بده التكامل من 4 على 1 ل f of x dx. وين هذي؟ ايش عندي في المعطيات قريبة منها؟ في النص. هذا من 1 ل 4. ايش بدي اعملها؟ بالسالب. هذه بقدر اقول عشان استفيد من المعطيات. هذه بتساوي سالب التكامل من 1 ل 4 ل f of x dx لان بدلنا حدود التكامل. هذا لحاله في المعطيات انا عملت الناقص حسب القاعده صح، وبعدين استفدت من المعطيات بتصير سالب وعندي سالب 2 فبيطلع عندي قد ايش؟ 2. رقم 2 بده التكامل من سالب 1 ل 1 لمين؟ ل 2 f of x زائد 3 h of x كله dx. ماشي الحال. اول خطوه بنوزع التكامل. بصير التكامل من سالب واحد لواحد لاثنين نطلعوا برا بالمرة. شارع نطلعوا برا بالمرة. مضبوط شارع بصير اثنين اف اوف اكس سجع زي ما بنقولوا بشكل سريع زائد ثلاث بالتكامل من سالب واحد لواحد لاتش اوف اكس دي اكس. هذا معطوه لنا من سالب واحد لواحد. يبقى 2 في 5 زائد 3 موجودة جاهزة قصدي بدون تعديلات ولا حاجة نفس الحدود فبيطلع عندي 10 و 21 31. اللي بعده رقم 3 نعمله هان بده التكامل من سالب 1 ل 4 ل f of x ما عنديش واحدة مباشرة هاي الأفات من واحد لأربعة سالب واحد لواحد إياك لو واحد تقول طب لو حطيت هنا سالب وحطيت برا سالب نعتبرها وجودها بالسالب لو جمعنا هدول مع بعض ننفع؟ لأنه الحد العلوي هان هو نفس الحد السفلي. أوكي أنا قبل ما اطلعها بقدر اقول هذه بقدر افصلها زي ما اتفقنا قبل شويه من سالب واحد بدي اوصلها لمين؟ ان شاء الله من سالب واحد لصفر ومن صفر لواحد ومن واحد لاثنين ومن اثنين لاربعه بنفع صح؟ بنفع بس يكون نفس اف اكس اف اكس اف لكن انا بستخدم ارقام موجوده عندي في المعطيات مش انا بدي ازود حالي كلام الارقام كل الموجود عندي الناقص واحد والواحد من اربعه يبقى انا ببدأ من سالب واحد زي ما بده بقول هاي من سالب واحد لواحد ومن واحد لأربعة هاي موجود عندي f of x dx زائد هنا f of x dx كله موجود عندي تمام أولانية بقد ايش؟ خمسة زائد الثانية بيطلع ثلاثة ونص طبعا هذه من أبسط الأسئلة اللي مرت عليكم قبل هيك صح؟ مش هنا حتى أيام توجيه كانت حاجات هيك بسيط طيب اكزامبل هذا على الخاصيه السادسه والسابعه الاكزامبل الثاني او التالي اللي جاي على الخاصيه
الاكزامبل بيقول لي show that التكامل من صفر لواحد لدرجة واحد زائد كوزاين اكس دي اكس اقل او تساوي اثنين without evaluating the integral بدون ما تجيبين التكامل هذا المقدار وتعوضين وتثبتين انه الجواب بيطلع اقل من جذر اثنين بدون without evaluating the integral. طيب واحد زائد كوزاين، أنا بعرف إنه كوزاين إكس ما بين الواحد وسالب واحد، صح ولا لا؟ أكيد. طب أنا بدي زائد واحد، ضيف واحد، يبقى هذا يصير صفر، أقل أو يساوي واحد زائد كوزاين إكس أقل أو يساوي اثنين. هذا هو شغال، هذا الكلام لكل إكس في الآر، مضبوط ولا لا؟ هذا عارفينه إحنا، الرينج تبع الكوزاين من زائد واحد لحد كل الآر. أنا بدي أشيعه في الآر، بدي إياه على الفترة هذه من وين لوين؟ صفر لواحد، فأنا بدي أقول له هان لكل x تنتمي إلى الفترة من صفر لواحد، مظبوط هيك ولا لا؟ طب هذا الكلام برضه خلينا نقول برضه لكل x تنتمي إلى الفترة صفر واحد. طيب، لو أخذنا الجذر هذا كله موجب، ما فيش فيها سالب وموجب الآن. لو أخذنا الجذر هذا واضح إنه هذه أقل من هذه والتنتين موجبات. أكيد جذر واحد زائد كوزاين إكس أقل أو يساوي جذر اثنين مؤكد صح؟ خليني أكمل والإكس تنتمي إلى صفر وواحد. لو أخذنا التكامل بالخصيصة بعد المقارنة يبقى التكامل هذا من صفر لواحد أكيد أقل من هذا من صفر لواحد. أو ممكن ناس تقول لي هذا أشتغل على القاعدة رقم سبعة. تشتغل على القاعدة رقم سبعة هذا الاقتران الهم بالضبط لو اخذتها ممكن اقول اكبر او سمسم صح؟ هذا الاقتران اللي قدامي له مينيمم فاليو وماكسيمم فاليو مضبوط ولا لا؟ وبالتالي بقدر اطبق على القاعده هذه والقاعده التنتين زي بعض. فلو اخذت هذا التكامل من صفر لواحد والتكامل هذا من صفر لواحد والتكامل هذا من صفر لواحد بيطلع مين؟ بيطلع العلاقه صحيحه. اذا بقدر اقول يعني احنا محلنا عندنا بنقول ممكن اخذ الصفر بقول اذا التكامل من صفر لواحد للصفر دي اكس اللي هي المينيمم صح؟ اقل او تساوي خلينا نحكي على المينيمم بديش احكي على المينيمم خلينا على النظريه هذه اقل من او تساوي من صفر لواحد لجذر واحد زائد كوزاين اكس دي اكس اقل او تساوي التكامل من صفر لواحد لجذر اثنين دي اكس هذه صفر. أنا بعنيني هان، بعنينيش على اليمين إيش شانك أنا في الأول طنشت. أنا بدي أقارب أدخل زي ما أقول أمسك بداي وسناني العلاقة هذه. فأنا ما اهتميتش بالصفر. بس الصفر خلاني آخذ الجذر وأنا مرتاح. فهذه أنا ما بتعنيش كثير. الآن بقدر أقول إذا هذا المقدار خليه زي ما هو جذر واحد زائد كوزاين إكس دي إكس أقل أو يساوي هذا إيش المقدار تبعه بيطلع. جذر صح اقل من جذر بدون ما نجيب قيمه التكامل طلع لنا هذا المقدار. طيب انا مش فاهم الفتره هذه ايش تفيد من فوق يعني سيف على الواحد كيف حد التكامل كيف تفيد في المعادله المتباينه حق انا بدي هذه العلاقه على الفتره من صفر لواحد بس انا عندي صحيح على كل ار فاخذت الجزء اللي يتماشى مع صفر السؤال بس انا بدي هذه العلاقه صحيحه على فتره من صفر لواحد. طب ايش نستفيد منها لو كانت لكل اكس على كل ار طب الحين من هنا جذر اثنين قد ايش تقريبا؟ 1.4 1.4 1.4 بصير ايش؟ صح؟ طب الكوزاين عموما ماكسيمم قد ايش بيصير؟ واحد منهم فلو وظفت لها واحد تصير اثنين ممكن تصير اثنين اكبر من 1.4
صح؟ لكن لما اخذها على فتره من صفر لواحد بضل القيمه اقل من الاثنين، بس حدود النقط اللي هي جذر الاثنين. مضبوط ولا لا؟ لو سبت على الاطلاق على كل ار هذه العلاقه صحيحه على ار، لكن الان لما ضفت الواحد بطلت اضمنها، لما ضفت الواحد بطلت اضمنها انها تكون على كل ار. هذه اقل او تساوي الاثنين. نعم. جذر الواحد زائد مساوي بالضبط، هذه اقل من جذر الاثنين، هذه جذر الاثنين تقريبا ماكسيمم تصل جذر الاثنين، صح؟ الحين الكوزاين اكس اكبر قيمه تاخذها قد ايش؟ واحد مع الواحد اثنين. يبقى انا زي ما قلت لكم ممكن هذا حاليا على مين احنا؟ على اي قاعده؟ خليكم معي. على هذه ايش اعتبرنا؟ قلنا هذه على خصيصة هذا المينيمم فاليو وهذه ايش؟ الماكسيمم فاليو، صح؟ المفروض هذا ما تصير المينيمم فاليو في مين؟ في بي ناقص اي اقل او تساوي، هنا بدنا نقول مين؟ الماكسيمم فاليو مينيمم اوف اف وماكسيمم اوف اف في الفترة من بي الى اي، صح؟ المينيمم فاليو عندي قد ايش؟ صفر في الفترة من واحد ناقص صفر أقل أو تساوي تكامل صفر لواحد لجذر واحد زائد كوزاين إكس دي إكس أقل أو تساوي الماكسيمم جذر اثنين في الفترة من واحد ناقص في الفترة واحد ناقص صفر. أجت ولا مجت الشيء؟ على الماكسيمم وعلى المينيمم، تمام؟ الآن صفر هذا هو نفس الكلام، هذا الصفر فيها صفر، معنى ليش هاي صفر اقل او تساوي هذا اللي هي اقل او تساوي جذر 2 في 1 جذر 2، انا بعنيني هذه الجزئيه فقط انه التكامل من صفر لواحد لجذر 1 زائد كوزاين اكس دي اكس اقل او تساوي الاثنين. طيب سؤالك انت انه ليش اخذنا الفتره؟ عشان حدود التكامل، بس عند تقيد في الفتره هذه، تمام؟ وين المشكله؟ واحد وأربعة من عشرة جذر اثنين، طب هذا قد ايش؟ اثنين تحت الجذر هذه اثنين في أكبر قيمة إلها، لأن المنحنى بيطلع منزل، مظبوط؟ ماكسيموم بصير ماكسيموم فاليو له ايش؟ الواحد الكوزاين أكبر قيمة خذها الواحد، فالمضيف واحد حيطلع فوق يصير لعندي اثنين، هذا الافتراض صار ماكسيموم اثنين، فجذر الاثنين هي الماكسيموم لجذر واحد زائد كوزاين أكبر قيمة مخدر. حتى على كل آر، حتى على كل آر، أنا ما بعنيش كل آر، زي ما قلت لك بعنيني على الفترة هذه. الصيغة أو الخاصية اللي عندي، خاصية ثالثة، إيش قالت؟ if f has maximum value on closed interval a و b، خاصية علاقة أو العلاقة عندي على closed interval، صح؟ اللي هي على الاي والبي، انا على كل ار، على كل ار للكوزاين ماكسيمم فاليو واحد والمينيمم فاليو سالب واحد، لما اضيف لها واحد صارت ما بين الصفر والاثنين، هذا الاقتران الماكسيمم له الاثنين والمينيمم له صفر، لما اخذ الجذر ماكسيمم له جذر اثنين والمينيمم له صفر. طب على اي فتره انا بدي اشتغل؟ هل انا بدي اشتغل على كل ار؟ لا، السؤال قال ليش اشتغل على ار؟ ما دام اعطاني الفتره هي الفتره. احنا اشتغلنا على هذه الفتره اللي هي من صفر لواحد. طيب طيب محلول على الخاصيه السادسه والسابعه، التنتين محلول عندي. اريا اندر ذا جراف اوف ان ان نيجاتيف فانكشنز، يعني انت هذه اذا مضايقاكي ممكن تشيل لك اياها لانها مش هتفرق عندي كثير، صح؟ هي هذه خلاص عشان مش مكتوب، يعني مش مشكلة، أنا بدي أعمل المقارنة على انترفال عشان أطبق هذا الكلام، تمام؟ فهدول من وين أجن؟ من الشروط اللي أنا حطيت. أوكي، ما عليه، ما عليه.
area under the graph of a non-negative function. برضو هنا رجعنا لمشكلة الـ A في الكتابة. نشيل الـ A أو نشيل الـ S. ها؟ في التعبير. Area under the graph of a non-negative function أو non-negative functions. يا بشيل الـ A يا بشيل الـ S. Functions. الـ A للتنكير والـ S للجمع. صح؟ شيل الـ A أو بتشيل الـ S. ما علينا بنبقى نشيلها. التنويه of a non-negative function. طيب هنا في التعريف بدي يقول لي انه اذا كان الاقتران non-negative. ايش non-negative؟ ترجمتها بالعربي غير سالب. non-negative او not negative يعني غير سالب. ايش يعني غير سالب؟ يا صفر يا موجب. يعني بمس محور السينات في اوطى قيمة له او فوق. يبقى من محور السينات لو يبقى المنحنى يقع بأكمله اعلى محور السينات. وبالتالي التكامل المحدود له على اي فترة مغلقة من A ل B هو نفس التكامل هو نفس المساحة المحصورة بين المنحنى ومحور السينات. كمان مرة، اذا كان الاقتران موجب على فترة فالتكامل المحدود له يساوي المساحة المحصورة تحته او بينه وبين محور. ايش يعني؟ يعني لما يكون عندي اقتران يقع باكمله فوق محور السينات هيك صارنا نيجاتيف. مزبوط. هيا مس من A شوف ممكن اعملكم اياه بالصوره هذه. يكون المنحنى وهاي محور السينات. هاي الفتره من A الى B زي جزء من الكوزاين هذه مثلا. لو جبت التكامل لهذا الاقتران، التكامل من A الى B ل F of X BX بده يساوي المساحة المحصورة اللي هي المظللة هذه. قلنا مش دائما التكامل بيساوي المساحة. مش دائما التكامل بيساوي المساحة. فقط بتساوي اذا كان الاقتران يقع فوق محور السينات او يمس. نشوف مثال صغير قبل ما نشوف ولا محلول هان. خلونا عشان ناخذ مثال غير المكتوب. مثال بسيط احنا سهل علينا نتعامل معه. لو اخذت انا بس معلش هذا الاقتران، هذا الاقتران، خلينا أخذها من عند سالب اثنين وهنا خلينا لعند الواحد. بديش بدي يطلع سالب، بديش يطلع هاي واحد. هذا الاقتران نعتبره هو واي تساوي إكس. تمام؟ الآن لو بدي أجيب تكامل الاقتران من ناقص اثنين لواحد للإكس دي إكس. معلوماتنا تاعت زمان، معلومات تاعت التكامل، ايش تكامل الاكس؟ على 2 صح؟ من سالب 2 للواحد، يبقى قوس للواحد ناقص قوس لمين؟ لسالب 2، عوضي نص صح؟ عوضي هان 4 2 2، ايش حيطلع عندي؟ نص ناقص 2 سالب 1 ونص يعني سالب 3 على 2، حلو الكلام؟ قيمة التكامل طلعت بالسالب. هل في مساحة في الدنيا بالسالب؟ مستحيل، خطأ. طيب لو أجيب المساحة الآن، بدي أجيب المساحة، هذا عبارة عن مساحة مثلث زائد مساحة مثلث صح؟ كأريا كمساحة بدي أساوي مساحة المثلث الأول الارتفاع قديش طوله؟ ارتفاع طوله القيمة المطلقة سالب 2 والقاعدة سالب 2 صح؟ القاعدة في الارتفاع نص القاعدة في الارتفاع. هذا المثلث الأول زائد المثلث الثاني قاعدته هاي النص في القاعدة واحد الارتفاع واحد. إيش هيطلع عندي؟ 2 في 2 4 2 2 2 زائد نص بيطلع 2 ونص. لكن المساحة سالب 3 2 2 ونص. هذه 2 ونص 5 2. يعني المساحة مساوتش التكامل.
ليش؟ لأن الاقتران لا يقع بأكمله فوق محور السنان. لكن أتصور لو كان الاقتران نفسه يقع فوق محور السنان. لو كان الاقتران يقع فوق محور السنان. لنفس الاقتران خليني أخذ معلش خلينا أخذها من صفر لاثنين. وهي واي بتساوي إكس. كمساحة الأري إيش بتساوي نص في القاعدة الارتفاع لأن هذه النقطة 2 و2 مظبوط ولا لا؟ هيطلع عندي قديش؟ 2 كمساحة. طب نجيبها كتكامل. بدي أجيب التكامل من صفر لاثنين للإكس دي إكس. إيش هتساوي؟ إكس تربيع على 2 من صفر لاثنين. عوضي غوص لاثنين ناقص غوص للصفر. 4 2 بيطلع قديش؟ 2 نفس المساحة. يبقى إذا كان الاقتران يقع فوق محور السينات فالتكامل المحدود يساوي المساحة. هذا اللي بدها تقوله أو اللي بدي يقوله التالي. تمام؟ كما عنه طبعا احنا هيك تجاوزنا الحدود إن نوجد التكامل مع أنه جاي لقدام. تمام؟ لكن عشان تفهموا المفهوم مش هتعامل معكم زي ما الكتاب بتعامل. الكتاب بتعامل على أنه لأول مرة احنا بنشوف هذا الكلام لأنه في ناس ما تدرسش اللي احنا بندرسه في توجيهه. أول ما بتعرفوا على هذا الكلام بتعرفوا عليه في الكالكولس في الجامعة في الكالكولس. كالكولس A بعدين B بعدين C. إحنا عندنا في توجيه الحمد لله جايبين لنا من A ومن B. لا C ما جاش منها. كالكولس C ما بيش من الـ A والـ B. كل موجود عندكم وكتير عندهم فأنا القصد لما تقروا الكلام المكتوب تستوعبوا يكون عندكم تصور على الأقل. طبعا كل لاحق بيشمل السابق يعني كل ما نأخذ قوانين تكامل بتغنينا عن الأولاني بتسد أو بتغطيه تماما. طيب اللي صفحة 90 rules for integrating f of x تساوي x and f of x تساوي x تربيع. هنا بعطيك بعض الأدوات معاي صفحة 97 لانه احنا حتى الان ما اخذناش الفاندمنتال ثيرم اوف كالكولس كيف انا اكامل تكامل محدود وعوض بالحد العلوي ناقص الحد السفلي. قال انا بعطيكم شويه قوانين تستخدموها تصبيره عبين ما تصلوا النظريه. تمام؟ عشان نقدر ندبر حالنا زي القوانين اللي اشتغلنا عنها. فبقول لي اول حاجه هذا القانون اشتغلنا عليه قبل شوي سطر لا اول واحد قال التكامل من A ل B ل C D X اعتبروها C في B ناقص D. هذا استخدمها الآن للجيم في B ناقص D. القاعدة الثانية استخدم التكامل من A ل B ل X D X كان بتساوي B تربيع على 2 ناقص A تربيع على 2. طب هي هذه أصلا ليش تكملها؟ X تربيع على 2 X تربيع على 2 حد عضو حد سفلي B تربيع على 2. فقال لك بتقدر يعني المثال اللي أعطيتكم إياه شرعي مثلا كأنه مثال بعد هذا القاعدة ممكن نكتبه لأنه سمح لنا نستخدم هذا الكلام. رقم ثلاثة تكامل من A ل B ل X تربيع D X إيش مفروض تطلع؟ X تكعيب على ثلاثة اللي هتكون B تكعيب على ثلاثة ناقص A تكعيب على ثلاثة. يعني كأنه إحنا ما نعرفش الكلام كأنه ما خدناه لكن أنا من ولا ينفوع كامل زي ما بدكم يعني أنا سامح لكم. الاكزامبل الاخير بقول بدي يعني اتاكد انه اذا كان الاقتران يقع فوق محور السينات فالتكامل المحدود هو المساحه. نفس المثال شرحت لكم اياه انا بالضبط هو نفسه ولا لا؟ تماما. طيب ناخذ الفاندمنتال ثيوريم اوف كالكولس ما بدناش احنا نتاخر اللي هي سيكشن 5-4 نبدأ فيه شوية تمهيد عشان المحاضرة الجاية لأنه الشعب الثاني عنده محاضرتين لسه في الأسبوع فهيأخذ هذا الكلام وفتوكه كتير فإحنا بدنا نحاول قد ما نقدر نعوض. سيكشن 5-4 The Fundamental Theorem of Calculus النظرية الأساسية التفاضل والتكامل. هذه النظرية لها شقين الفاندمنتال ثيورم اوف كالكولس في إلها شقين بارت 1 وبارت 2. بارت 2 هو اللي احنا بنشتغل عليه طول المحاضره
لي اني اعوض بالحد العلوي ناقص التعويض بالحد السفلي بعد ما اجيب التكامل. يعني سو فاميليار فور اس، يعني مألوف بالنسبه لنا. الان بارت 1 هذا الجديد علينا، هذا هو الجديد. طيب ذا فاندمنتال، ايش يعني فاندمنتال؟ ايوه هنأخذ بارت 1 الان. رقم واحد تقول لي إذا كانت F is continuous على الـ closed interval، شرط الـ continuity عشان تكون قابلة للتكامل، صح؟ عشان أقدر أكامل. Then الآن أنا عندي F is continuous on the closed interval A و B. فإن الـ F capital of X اللي هي إيش هذه؟ مشتقة الـ F صح؟ تبعاً التكامل. اللي بتساوي التكامل من A لا x هذا ثابت وهذا متغير، لا f of t dt. شافون من a لا x و f of x dx نأخذها نغير الرمز، لكن هذا هو الرمز اللي نشتغل عليه، تمام؟ من a إلى x، والعبرة ليست في الرمز، المهم التكامل بكام بعدين بدنا نعرف. is إذا كانت ال f متصلة على الفترة a و b فإن هذا الاقتران اللي هو معرف عندي بهذه الصورة برضو متصل على الانترفال برضو A و B and differential وقابل للاشتقاق على الفترة المفتوحة. And its derivative is F، والآن F prime of X is F of X. الاشتقاق كأنه بغير التكامل. مر عليك ولا هذا الاشتقاق بغير التكامل، صح؟ أمر التكامل مع T. لما أقول لك f of x، لما كنا نقول f of x تساوي 2 x، وأقول لك هاتوا لي المشتقة العكسية هي x تربيع زائد c، صح؟ لما أجي أقول لك f of x هي تكامل 2 x dx، صح؟ ايش هذا كان تطلع عندي؟ x تربيع زائد c. شو اشتق الطرفين؟ بديش اشتقها، بدي اشتقها، اشتق هذه، ايش تعطيني؟ x هي اللي جوا. يعني مشتقة ال f هي 2x اللي هي ال f of x. فهمنا ايش يعني هذا مكتوب؟ مشتقة هذه هي الاقتران اللي جوا. والمتغير تبع x فاخذها بالx. تمام؟ That is اي ان أي أن F برايم of X إيش بتساوي؟ بتساوي D على X للتكامل من A ل X ل F of T D T وتساوي مين؟ F of X. F of X خلصنا. المفروض أنت بتكاملي وبعدين تشتغل. لما بكامل بعوض بحدود التكامل، صح؟ هيطلع عندك ناتج التكامل F بالX ناقص F بالA. F بالA ثابت حيطير، بضل عندي مشتقة الـ F أو من X حتطلع الـ F من X، صح ولا لا؟ أوكي. الآن هذه النظرية في لها in general صفة عامة، أنا هنا عندي حالة خاصة A ثابت و X متغير. In general شوف هذه القاعدة من وين جاي. In general بيقول لي إذا كانت F of X تساوي التكامل من G of X ل H of X ل F of T dT، وكانت F capital of X هي المشتقة العكسية للاقتران اللي جوا، فبدي اشتق هذه. هل المشتقه هذه برضه لو كان هنا حدود التكامل اثنتين متغيرات هيعطيني الاف او اكس جوا؟ يقول لا، استنى شوي، هذه قاعده عامه، هذه حاله خاصه لما يكون الحد السفلي ثابت و
واللي فوق متغير غير ما يكون اثنين اقترانات في اكس. طب والاقتران الثابت اقتران في اكس برضه اقتران ولا لا؟ يقول اف اكس يساوي 3 ارسم خط وقوف عند الثلاثة هو اقتران في اكس برضه ولكن اسمه اقتران ثابت. فهذه حالة خاصة من هذا كيف بدي اشتغل؟ هذا قايس ان اف برايم اوف اكس اللي هي عبارة عن دي عادي اكس للتكامل من جي اوف اكس. مين محطوط هنا عندنا؟ مضبوط؟ يعني بديش اغير كل الارقام المكتوبة او الرموز المكتوبة. اف اوف دي دي دي. كيف بطلع هذا الكلام؟ قال لك الحد العلوي بنشتقه مضروبا في الاقتران اللي جوا محسوب عند الاكس. تركيب اقترانين على بعض. هذا بالمثال بنوضح الكلام. اكتبها فوق. هذا بنشتقها كالتالي. f برايم اوف اكس بتساوي هي مشتقة هذا الكلام. ايش بتساوي؟ مشتقة الحد العلوي مضروبا في الحد الداخلي محسوب عند ال h of x ناقص مشتقة الحد السفلي في ال f محسوبة عند الحد السفلي. تمام؟ هذه هيك القاعدة. أشوف هذا الكلام فعلا لو طبقت عليه النظرية هيعطيني f of x ولا لا؟ أشوف مكتوب هذا الكلام لنا مظبوط كله مظبوط. فانا خلوني امسح هذا واجي اطبق القاعده على هذا النهان واشوف هل هيعطيني اف اوف اكس ولا لا. اشتقوا او عندك تكامل من اي الى اكس اف اوف تي دي تي. اعتبرني هذا مساوي واي. بدي واي شرطه ايش بتساوي؟ اشتقاق. مشتقة الحد العلوي قديش؟ واحد. في الاقتران محسوب عند الاكس حيصير اف اوف اكس ناقص مشتقة الحد السفلي صفر. في الاقتران محسوب عنده اف في الاي صفر. في اف في الاي بتروح بضل عندي مين؟ اف اوف اكس فعلا عن القاعدة. اذا بديش للقاعدة العامة وهذه الحالة الخاصة. كمثال عليها لو كان عندي اف اوف اكس تساوي التكامل من 2 ل x تربيع وعندي هان خلينا نقول ساين تي دي تي. حلو الكلام؟ حسب القاعده الان ايش بدي؟ انا بديش اكامل وبعدين اشتق مباشره بقول له f برايم اوف x تساوي مشتقه الحد العلوي 2 x مضروبة في ساين الإكس تربيع ناقص مشتقة اللي تحت صفر في ساين الاثنين. هذه صفر بتروح فبضل عندي هذا المقدار في 2 إكس ساين إكس تربيع. تمام؟ طيب في هنا عندي مثال. شايفين المثال المكتوب عندي؟ هذه من النظريات او من الحاجات الجديده عليكم مره او مره حاجات قريبه منها شبيهه اللي هي الاقتران المكامل. مر ما لا فيش عندك الكتاب الثاني انتو كتاب واحد ولا كتابين كان تفاضل تفاضل زمان بقى تفاضل لحال الله تحط كتاب واحد كتاب حسب 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 في ناس زمان طيب اوكي الان بقول لي اكزامبل فاين دي واي على دي اكس حيث قبل واي السؤال الاول واي تساوي التكامل من اي ل اكس لدي تكعيب زائد واحد دي. طبعا بدل ايه ممكن نحط 2 5 ناقص نص ربع اي اي ثلاث. الان ايش بده؟ بده دي واي على دي اكس مباشره بطل دي واي على دي اكس بيساوي مشتقة الحد العلوي واحد في بدل استبدل كل تي باكس بس هيكون له تعمل زائد واحد
ناقص صفر في A تفعيل زائد واحد. لو واحدة كتبت صفر على طول بمشي الحال، أنا بموت في الاختصارات بمشي الحال، فبطلع عندي إيش؟ X تفعيل زائد واحد وهو المطلوب. هذا بالنسبة للجزء الأول. مثال ثاني رقم 2 معطيني y بتساوي التكامل من x ل 5 ل 3 تي ساين تي دي تي. يبقى دي y على دي x ايش بتساوي؟ بتساوي 0 صح؟ مشتقت في 15 ساين ال 5 ناقص 1 في 3 x ساين x، يبقى هيساوي سالب 3 x ساين x. مظبوط؟ طيب قولي خلص يعني نقف عند بار 2. ضل 5 دقائق ويجي الراجل عبين. يعني ايش نقعد نساوي؟ اخذنا الحضور وغياب واخذنا الهوم وورك واخذنا كل حاجه مهم. طب اخر مثال، اخر مثال بس اخر مثال، مثال رقم 3 واي بتساوي التكامل من 1 ل اكس تربيع ل كوزاين دي دي تي دي واي على دي اكس ايش بتساوي؟ مين اكس كوزاين اكس تربيع ناقص صفر وتساوي. خلصنا مش هيك بتحبوا هيك احسن؟ خلص 2 اكس كوزاين اكس تربيع. انا كان قصدي نقف خلص بيمشي الحال بكفي اعطيكم العافيه.